بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذ دكتور أحمد عبد المقتدر، أستاذ طب الأطفال وحديث الولادة كلية طب جامعة الفيوم. هتكلم معاكم عن بيزك كلينيكال بيدياتريكس، وعلى وجه التحديد هنتكلم على الجزء الخاص بالهيستوري تيكنج والإكزامينيشن برينسيبلز والجنرال إكزامينيشن. حوالي تقريبا 6 و11، حوالي 17 بوينت هنتكلم عنها في خلال 3 محاضرات، ودول جزء تمهيدي للكلينيكال، بحيث يبقى انت عندكم البيزس اوف كلينيكال اكزامينيشن، هيكملوا بقى الزملاء الافاضل في اسم الاطفال. هنبدأ بالهيستوري تيكنج، وهو موضوعنا النهاردة. ممكن ناخد فيه حوالي تلت ساعة أو أكتر شوية. هنتكلم على يعني 3 points: ال communication skills، ال general principles of history taking، ال outlines of history. لو اتكلمنا على ال history taking ودوره في ال diagnosis، الحقيقة هو الدياجنوزس بيعتمد على 3 بيلرز، على 3 أعمدة رئيسية: هيستوري تيكنج، فيزيكال اكزامينيشن، اند انفستيجيشن. لو قلنا اهم بيلرز، بيلر في الثلاثة هو الهيستوري تيكنج. والهيستوري تيكنج الحقيقة ارت، فن بيكتسب، جزء منه بيكتسب وجزء منه بيعتمد على التريننج. فان شاء الله يا رب النهارده نوفق ان احنا ان شاء الله نتكلم عن الهيستوري تيكنج كويس. احب بس في بعض الترمينولوجي، عندنا بعض الترمينولوجي احب نبقى عارفينه مع بعض. يعني ايه سيمتومز؟ يعني ايه ساينز؟ يعني ايه دياجنوزس؟ يعني ايه بروجنوزس؟ سيمتومز اللي بيقوله العيان، او البروبلمز اللي هي موجوده عند العيان وبيعبر بيها عن نفسه. ساينز: الفيزيكال انديكيشن اوف ديزيز سين باي anybody especially by clinician during examination. باختصار الساينس هو اللي بيطلعها للدكتور. اوكي، diagnosis cause of signs and or symptoms. prognosis predicted course of the disease. هنيجي نتكلم على اول جزئيه في الهيستوري تيكنج اللي هي communication skills. زي ما بنقول good doctors communicate effectively with patient، يعني اند كير جيفر، على فكره يعني مع البيشنت ومع الريلاتيف اللي موجود مع البيشنت. وده اللي بيفرق ما بين دكتور ودكتور. والدكتور اللي بيعمل كوميونيكيشن افكتيفلي الحقيقه بيبقى يعني علاقته بالعيان وعلاقته والبروجنوستيك او البروجنوز بتاعه بيبقى كويس جدا، وبيجيب نتائج كويسه زي ما هنقول ليترون. في كوميونيكيشن سكيلز لابد ان انت تمارسها مع البيشنت والبيرنت او الكير جيفر. يعني اما تدخل على العيان انت ممكن تسلم عليه، طبعا مش ايام الكورونا علشان الكورونا والمشاكل بتاع الكورونا، ممكن تقول له من بعيد باي باي، تسمع له كويس قوي، تسمع للبيشنت او الكير جيفر كويس جدا، لان الجود ليسننج ده بيساعدك ان انت تفهم وتستوعب ما يقال كويس جدا جدا. اما تيجي الام بابنها عنده مشكله، انت من وجهه نظرك ان هي مشكله صعبه وان هي اتاخرت شويه، ما تعملهاش كريتيسيزم، افويد كريتيسيزم، لان الكريتيسيزم بتعملها بلوكينج، هي مش هتكمل معاك ولا هتتواصل معاك. فاني افويد الكريتيسيزم. لو حتى البيبي مش نظيف قوي يعني ممكن تنصحها بطريقه يعني شيك شويه، انما الكريتيسيزم ده بيعمل لها، بيخلي الام ما بتتكلمش معاك وما تكملش معاك. برضو جزئيه البلوكينج بيهيفير، يعني الام تتكلم تقول لا خلاص 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 انا عارف انا عارف، ده بلوكينج بيهيفير، ده مش كويس قوي في الكوميونيكيشن سكيلز ما بين الدكتور والبيشنت بتاعه. خليك اونست مع التشايلد، يعني ما تقولوش انا مثلا انا هعمل لك مانوفر مثلا مش هتوجعك وهي توجعه مثلا، يبقى لازم تبقى اونست مع التشايلد. اوكي، اتعامل مع البيبي اكوردنج للايدج،
يعني التعامل مع النيوبورن بطريقة، مع الأولدر تشيلدرن بطريقة، مع الأدوليسنت بطريقة، مش كله هيتعامل معاه بطريقة واحدة. الأدوليسنت قريب من الكبار، يبقى معاملة فيها ندية شوية. اللي شوف كل سن وإيه اللي يناسبه في التعامل معاه وأنت بتتعامل معاه علشان تحقق جود كوميونيكيشن سكيلز، لأن الإفكتيف كوميونيكيشن سكيلز بيحقق نتائج كويسة جدا جدا. ودي الكوميونيكيشن سكيلز في الكتاب البيزك كلينيكال بيدياتريك اللي انا بعت لكم سوفت كوبي منه، الجزء الخاص بي اللي انا بتكلم عنه ده. الكوميونيكيشن سكيلز اللي هو احنا زي ما احنا شايفين مع بعض كده، هاند شيك اند انتروديوس يور سيلف، يوم جريت ذا تشايلد ويز باي باي، ليسن تو بيرنت كومبلين ويز كونسرن اند كيب اي كونتاكت، give full explanation of about the child condition. شوف الأم الأب قلقان من إيه وتعامل معاه واعمل له support. avoid criticizing, avoid blocking behavior, deal with children according to their age, keep respectful relationship, be honest with children, think through all options and make expectation clear. لو احنا عملنا كوميونيكيشن، جود كوميونيكيشن، افكتيف كوميونيكيشن، هتبقى له نتائج ايجابيه. ايه النتائج الايجابيه؟ الاكتيف ليسننج هيخليك تسمع وتعرف ايه الصح وايه الغلط. البيشنت ساتسفاكشن، هيحصل العلاقه هتبقى علاقه ايجابيه ما بين البيشنت والدكتور او ما بين الكير جيفر والدكتور. برضو احنا هيبقى عندنا الميديسن تيكنج هيتحسن، يعني الادويه، ما بندي الادويه للعيان وفي ثقه ما بين الدكتور وما بين المريض، اكيد هيلتزم وياخد الادويه بطريقه كويسه. اوكي يا شباب، وبمناسبه الكوميونيكيشن سكيلز، الحقيقه كان والدي عليه رحمه الله كان بيحكي لي ان احد زمايله والدته كانت تعبانة ويعني في بتحتضر، فبيقولوا لها نفسك في ايه؟ فقالت لهم نفسي اشوف الدكتور فلان الفلاني. ليه؟ لانه كان عنده كوميونيكيشن سكيلز عالية، كان بيعمل ايس بريك، وكان علاقته بالمريض علاقة ايجابية، بوزيتيف ريليشن شيب. فكان زي ما بقول لكم كده، الست يعني بيقول لها امنيتك ايه؟ بتقول لهم اشوف الدكتور فلان الفلاني. فتعلموا المهارات الكويسة جدا، لأن دي الحقيقة هتساعدكم في النجاح في الحياة. هاند شيك، أو باي باي، تستمع كويس أوي، تبقى دكتور بتسمع كويس جدا جدا. أوكي يا شباب، الدكتور بيسمع للمريض بتاعه، بيسمع للبيبي بتاعه كويس جدا. effective communication. وشايف الريليشن الدكتور والبيشنت ات ذا سيم ليفل، فكرة الفوقية دي الحقيقة أحيانا بتخلي العيان بيبقى متضايق أوي. شايفين الدكتور بيستمع بإنصات للبيبي و ات ذا سيم ليفل وفورمال كده يا شباب. واحنا بناخد الهيستوري يا شباب في 3 أنواع من الأسئلة، 3 types of question in history taking. اول نوع من الاسئله اللي هي بيسموها الاوبن اندد كويشنز، يعني بتقول للعيان طب وبعدين ايه اللي حصل، فالعيان بيكمل معاك. او دايركت كويشنز، يعني هو العيان بيقول انا بطني بتوجعني، فبتقول له طب فين مكان الالم. اوكي، ده بيسموه دايركت كويشنز. او فيه ليدنج كويشنز. ايه الليدنج كويشنز ديت؟ طيب بتقول له انت بتشاور له على منطقه معينه، تقول له المنطقه دي بتوجعك، افرض انت شك ان هو عنده رينال كوليك وات ايفر يعني، فبتشاور له على المنطقه وتقول له المنطقه دي بتوجع، بيسموه ليدنج كويشنز. يبقى عندنا 3 انواع من الاسئله، يا اما اوبن اندد كويشنز، يا اما دايركت كويشنز، يا اما ليدنج كويشنز. ديت الانواع الاسئله اللي بنسالها في الهيستوري. ده جزء نظري في السوفت كوبي اللي انا بعته لكم، اللي هو الاوبجكتيف اوف هيستوري تيكنج وبرنسبلز اوف هيستوري تيكنج، اللي تحت ديت اللي هي المين تايبس اوف كويشن في الاستراتيجنج، ديت اللي انا قلتها لحضراتكم دلوقتي. هنجي نتكلم عن الاوتلاينز اوف بيدياتريك هيستوري. عندنا حوالي 11 او 12 نقطه هنتكلم عنهم.
اول حاجه في الاوتلاينز اوف بيدياتريك هيستوري تيكنج ريكورد ذا ديت اوف هيستوري تيكنج اند اكزامينشن. الحقيقه مهم جدا وخصوصا العيانين اللي محجوزين امبيشنت. العيان موجود عندك دخل بتاريخ كذا وكان فيه داتا معينه، انت بتسجل الداتا بتاعتك في الهيستوري وفي الاكزام. كان فيفرش وهو داخل عيان، كان فيفرش يوم 23 وانا بمر عليه الاقي كاتب ان هو فيفرش 24 كسينيور ستاف بيمر عليه، فمش فيفرش. فانت بتقول هو كان فيفرش اون ادميشن، يبقى الديت اوف هيستوري تيكنج اند اكزامينشن مهم جدا لان الداتا بتاع العيان بتتغير. اوكي يا شباب. تاني جزء في الهيستوري تيكنج اللي هو البيرسونال هيستوري انكلودنج نيم ايج سكس ادريس اند سكول لو العيان في السكول ايج. رقم 3 انفورمنت، مين اللي بيقول لك الداتا؟ نيم اند ريليشن شيب تو ذا تشايلد. لان الحقيقه لو الانفورمنت الام هتبقى جود انفورمنت، لو حد ريليتيف وبعيد شويه الحقيقه ممكن تبقى الداتا ريليتيفلي يعني ان اكوريت. فالانفورمنت اللي بيقول لك الداتا بتقول والله انت خدت الهيستوري من الام، خدت الهيستوري من الجده، ده بيفيدك قوي وبيفيدنا ويقول لنا احنا تقريبا الداتا اللي احنا واخدينها مدى دقتها عامله ايه. لو هو ريفيرد من فيزيشن بتقول له او هيلث كير سنتر بتقول هو ريفيرد من الفيزيشن فلان او هيلث كير سنتر الفلاني. وبعد كده الجزء المهم جدا اللي هو البريزنتنج تشيف كومبلين، ثم هيجي بعد كده بقيه الاجزاء وهو الهيستوري بريزنت النس، وهو ده الفن بتاعك كدكتور، وهو ده يعني اهم، يمكن اهم جزء. هو طبعا كل الهيستوري تيكنج مهم، انما الهيستوري بريزنت النس من الحاجات المهمه جدا جدا. في الباس هيستوري، الباس هيستوري فيه ممكن اكتر من جزء، في اوبستريك هيستوري او بريفيوس هوسبيتال ادميشن او ميديكال اند سيرجيكال هيستوري، في نيوتريشنال هيستوري وده مهم جدا في الاطفال، وده بيفرق على فكره الهيستوري تيكنج في الاطفال عنه في الكبار. نيوتريشنال هيستوري، ديفلوبمنتال هيستوري اللي بعديها، فاكسينيشن هيستوري، فاميلي هيستوري، سوشيال هيستوري، الحاجات دي على فكره مهمه جدا ويمكن الى حد ما نسبيا مختلفه في الاطفال عن الادلت نسبيا في الهيستوري تيكنج. فكره النيوتريشنال هيستوري، ديفلوبمنتال هيستوري، فاكسينيشن هيستوري، فاميلي هيستوري، سوشيال هيستوري، ديت الحقيقه اوتلاينز للهيستوري تيكنج. هنتكلم على بعض النقط ان ديتيلز. اوكي يا شباب، نيجي نتكلم على البرزنتنج تشيف كومبلينت او الكومبلينت عموما. الكومبلينت هي الموست ديستريسنج سيمتوم اور سيمتومز اوف ذا تشايلد، يعني اكتر حاجه تعب المريض وجابته المستشفى. يعني انت بتسال الام بتقول لها اكتر شكوى تعب الطفل وجابتك المستشفى، ربما تكون الموست ديستريسنج سيمتوم مش هي الموست دينجرس سيمتومز، انما هي الموست ديستريسنج. فبنرتب لو عندي اكتر من واحده، يعني العيان لو جاي عنده كف، عنده فيبر، عنده ديسنيا، بنرتب بالانست بتاعه، حصلت امتى، الديوريشن مثلا، حاجه حصلت من اسبوع، من 4 ايام، من 3 ايام، من اسبوع بيكف عنده كف، من 3 ايام عنده فيفر، من يومين عنده ديسنيا، يبقى انا ارتبهم. وبعض الاسرس بيحط في الانست والكورس والديوريشن، يعني بيحطوهم مع الكومبلين. يبقى انا ممكن يكون عندي كومبلين واحد او اكتر من كومبلين. اوكي يا شباب. اوكي، في الهيستوري اوف بريزنت ايلنس الحقيقه احنا بندي ونطلق العنان للام، ولكن ويز ليميت، يعني بتحكي الحكايه من بدايتها لنهايتها. اذا لقيت ان هيبقى في بايس وهتروح بره الموضوع، انت تعمل لها ريدايركشن للموضوع. الهيستوري اوف بريزنت ايلنس بيشمل اناليسيس اوف ذا سيمتوم اور سيمتومز، والاناليسيس له ايتمز هنقولها ليتر اون. بنعمل ريفيو اون سيس او سيمتومز ريليتد للسيستم، يعني عيان عنده كف يبقى نشوف مع الكف ديسنيا، نسأل على الديسنيا بعد ما نعمل اناليسيس للسيمتوم، نعمل اناليسيس للاذر سيمتومز ريليتد للسيستم، يعني الكف ده ممكن يبقى ريسبيراتوري، يبقى انا اسأل على الديسنيا، اسأل على السيانوزس، اسأل على الكف،
اسال على الاكسبكتوريشن، اسال على الاسوشيشن اللي ممكن يبقى موجود مع العيان. لو عيان عنده جاي بدايريا يبقى انا اعمل اناليسز للدايريا، ثم استكمل ان انا اسال على الاسوشيشن اللي ممكن تبقى ريليتد للسيستم ده. ايه بقى اللي ممكن يبقى ريليتد للسيستم؟ ممكن اسال على الفوميتنج، اسال على المانيفستيشن اوف ديهايدريشن، اسال على الابدومينال بين. بعد ما اكون عملت اناليسز للسيمتوم الرئيسيه اللي هي وليكن مثلا دايريا، بنقول الموشن نمبر اوف موشن، بنشوف الكونسيستنسي اوف موشنز، بنشوف هي معاها بين ولا معهاش بين، بنشوف معاها بلاد ولا معهاش بلاد، بنشوف الكالر اوف ستول. ده كلها حاجات، لا ده اناليسز للسيمتوم. يبقى اول حاجه بنعمل اناليسز للسيمتوم، ثم بنشوف السيمتومز ريليتد تو ذيس سيستم، ثم بنعمل ريفيو للاذر سيستمز. لو عندي هيستوري اوف الرجي او هيستوري اوف كورونيك ادمنستريشن اوف ميديكيشن، زي عيان مثلا كان روماتيك فيفر بياخد لونج اكتنج بنسلين، بنسال على هيستوري اوف ميديكيشن، او عيان ازمه فماشي على ميديكيشن اوف ازمه على اللونج ران. يبقى انا بعمل تاني، هراجع معاكم الهيستوري اوف بريزنت ايلنس، بعمل اناليسس للسيمتوم. بعد ما اعمل اناليسس اشوف السيمتوم ريليتد، الاذر سيمتومز ريليتد للسيستم اللي انا هو ممكن يكون افكتد، زي ما قلنا مثال عيان عنده دايريا، فبشوف الاذر سيمتومز، بشوف عنده فوميتنج ولا ما فيش فوميتنج، في مانيفستيشن او سيمتومز اوف ديهايدريشن ولا لا، في ابدومينال انلارجمنت ولا لا، معاه فيفر ولا معهوش فيفر. اوكي، وبرضو انا بسأل. يبقى انا اول حاجة بعمل اناليسس للسيمتوم، تاني حاجة بعد ما اعمل اناليسس للسيمتومز اشوف الاذر سيمتومز ريليتد للسيستم، بعمل ريفيو على الاذر سيستمز، وبشوف الهيستوري اوف ميديكيشن، سواء الميديكيشن الان او الميديكيشن اللي هي ماشي عليها العيان على اللونج ران. يبقى دي ايتمز اساسيه في الهيستوري اوف بريزنت illness. لو هنعمل اناليسز جايد لاينز اناليسز للسيمتومز، مثلا ناخد مثال الكوف، هنقول مثلا ديت اوف اونست، مثلا عيان عند كوف مثلا 7 days ago، جراديوال اور سادن. الاونست ممكن يبقى جراديوال او سادن. سادن لو عيان عندي فورين بودي انهاليشن فتبقى صادم، او جراديوال العيان عنده نمونيا او عنده كومبليكيتد كولد او عنده ازمه ممكن تبقى جراديوال، انما صادم ده ممكن يكون فورين بودي انهاليشن مثلا. يعني بنعمل اناليسز للبريديسبوزنج فاكتورز، يعني عيان مثلا اما بينام الكاف بيزيد، يبقى ده ممكن يبقى مع الازمه او البص نيزل للشارج. اوكي يا شباب، يبقى بنشوف بريسيبيتيتنج فاكتور ل السيمبتومز. نجي للباست هيستوري. الباست هيستوري فيه الباست هيستوري التقليدي اللي هو الميديكال وسيرجيكال هيستوري، بريفيوس إلنس او هوسبيتال ادميشن او ميديكيشن، ده التقليدي اللي بناخده في الادلت، وباست هيستوري اوف نون الرجي. انما احنا عندنا هنا في البيدياتريك فيه البيرينيتال هيستوري اللي هو الاوبستريك هيستوري، بنسأل على البريجنسي والاكسبوشر تو تراتيجينيك ايجنتس والبليس اوف ديليفري والجستيشنال ايج التايم اوف بيرث والتايب اوف ديليفري كونديشن اوف ذا بيبي ات بيرث اند شورتلي افتر بيرث انيشيشن اوف ريسبيريشن سيانوزس جوندس كونفالجن، دخل حضانه ولا ما دخلش حضانه. يبقى ده الباص هيستوري اللي احنا ناخده وبنهتم فيه في الاطفال بالبيرينيتال هيستوري، سواء برينيتال نيتال اند بوستنيتال هيستوري. في بعد كده النيوتريشنال هيستوري، والنيوتريشنال هيستوري ده الحقيقة احنا بنسأل هل العيان بريست فيد اور فورمولا فيد، واذا كان فورمولا فيد طب هو ليه فورمولا فيد، وبنسأل في اباوت اللي هو الكوز، يبقى احنا نعرف السبب ان هو فورمولا فيد ليه، تايب اماونت دايليوشن اند بريبريشن فريكوانسي اند ميثود اوف فيدنج، اللي هو ده كله ارتفيشال او فورمولا فيد. اللي بياخده كومبلمنتري فيدنج او فود بنعرف هو ايه هو والاماونت بتاعته والفريكوانسي اوف فيدنج. اوكي،
بنسأل على التايم اوف اونست اوف ويننج. احنا عندنا الويننج في ستارت اوف ويننج، وده ال WHO بتريكومند ان هو يبقى بعد 6 شهور، والكومبليت اوف ويننج ده بيبقى عند 2 سنين. فاحنا بنسأل لما نقول الويننج نقصد بيها الستارت اوف ويننج، يعني بدأ ياكل اكل خارجي امتى؟ سيمي سوليد فود. اوكي يا شباب، بنيجي بعد كده بنقول في نهاية النيوتريشنال هيستوري ساتسفاكتوري اور نوت ساتسفاكتوري. ممكن حضرتك تحطها كجملة بخط واضح قوي، في ساتسفاكتوري نيوتريشنال هيستوري اور نوت ساتسفاكتوري، وممكن الاكزامينر او ممكن انت تبقى انت، يبقى احنا عارفين بعد كده. طب انت قلت ساتسفاكتوري بناء على ايه وقلت نوت ساتسفاكتوري بناء على ايه؟ اوكي يا شباب، ساتسفاكتوري يعني بعد ما يعني بالنسبه مثلا للنيونيت بعد ما بيرضع بيبقى سليبي وجينينج ويت وما عندوش كونستيبيشن يبقى ساتسفاكتوري. في الاولدر تشيلدرن العيان بيبقى جينينج ويت كويس وما عندوش نيوتريشنال ديس اوردرز، مارازمس اور كوشوركور او فيتامين ديفيشنسي مايكرو نيوتريشن ديفيشنسي. في بعد كده اللي هو الديفلوبمنتال هيستوري، وده يعني كل سن معين له مايلستونز بنسأل عنها. فور اكزامبل مثلا الطفل عند 6 شهور مثلا سيتنج ويز سبورت، 7 سيتنج ويزاوت سبورت، يبقى انا بسأل كده عن الموتور ديفلوبمنت. مثلا العيان مثلا البيبي مثلا عند 3 شهور مثلا او شهرين بيبقى عنده سوشيال سمايل، لو عدى 3 شهور مفيش سوشيال سمايل يبقى ديليت، عنده كوز بيناغي عند 3 شهور، عند 3 شهور مفيش مناغاة يبقى عنده ديفلوبمنتال ديلي. لاف لاودلي يضحك بصوت عالي عند 4 شهور، عنده 5 شهور وما بيضحكش يبقى عنده ديفلوبمنتال ديلي. يبقى انا بسأل اكوردنج للديفلوبمنتال مايل ستونز سواء على الجروس او ديفلوبمنت زي ما شرح لكم الزميل الفاضل الاستاذ دكتور القاسم احمد الجميل. اوكي يا شباب، طيب فاكسينيشن هيستوري، احنا عندنا فيه كومبالسري وفاكولتيف فاكسينز. احنا بنشوف العيان فاكسينيتد اكوردنج للسكادول اللي موجود في مصر مثلا ولا لا. لو العيان خد الفول فاكسين اكوردنج تو هيز ايج او هور ايج او هير ايج، يبقى احنا الحقيقه وبنشوف البي سي جي سكار الحاجه اللي مسموح لنا نبص عليها في الهيستوري تيكنج اللي هي البي سي جي سكار، نبص على البي سي جي سكار موجوده ولا لا في الكتف الشمال. لو لقيناها يبقى العيان ده واخد البي سي جي فاكسين وافكتيف فاكسين. في نهايه الفاكسينيشن هيستوري بنقول ذا بيبي از روتينلي فاكسينيتد اكوردنج تو سكيدول ويز بي سي جي سكار، ونقطه وخلاص. يبقى انا بعد ما بسال ممكن اقول العيان ذا بيشن is routinely vaccinated according to his or her age with BCG score. ماشي، يبقى ده ال vaccination history. في بعد كده بنسأل على ال family history، لأن برضه هيدينا يعني data ربما هتساعدنا في ال decision making. ال parent age، ال education، في diseases related لل parent age زي داون سندروم مثلا لو advanced maternal age، الاديوكيشن اكيوبيشن كونسانجوينيتي علشان الديزيز الفاميليال ديزيز او الجينيتك ديزيز، سيبلينج اوف ذا ماذر سيبلينج الاذر سيبلينج اخبارهم ايه، اف ذا ماذر اسكت اباوت ذيم شي تند تو منشن اونلي ذا ليفينج وانس اند اجنور ذا ديد. فانت دايما تسال على توتال عدد اولادها كلهم اللي عايش واللي مات منهم. اخر حاجه نتكلم عليها في الهيستوري تيكنج في الفاميلي بيديجري. الفاميلي بيديجري مهم جدا الحقيقه، ودي برضو من الحاجات اللي تميز الهيستوري تيكنج في البيدياتريك ايج جروب. احنا هنا هنشوف مثلا هنشوف الميل والفيميل. هنا يعني الميل بيرمز لها بمربع، الفيميل سيركل. طيب لو انا عندي كونسانجوس ماتنج
هيبقى في خطين اهو، يبقى ده ميل، ده الزوج ودي الزوجة. خلينا في مجتمعاتنا هنا العربية، وهنا الكونسانجونس. يبقى لو في خطين يبقى في كونسانجونس ماريج. اوكي يا شباب. طيب لو في عيان او لو في حالة، يعني احنا يعني اعتقد الرموز موجودة واضحة ليكم هنا، ممكن كلكم تستفيدوا منها من غير ديتيلز. في النهاية أتمنى أكون وفقت في عرض جزء تمهيدي عن الجنرال هيستوري داتا. بعد كده على فكرة يعني الهيستوري اوف بريزنت إلنس كل سيستم زي ما قلنا هيبقى له ما يخصه في السيمبتومز اللي ريليتد ليه. يعني لو بتاخد شيت نيورولوجي هيبقى له في الهيستوري اوف بريزنت إلنس ايتمز هنقولها او هيقولها الزملاء بعد كده. لو انا باخد شيت كارديولوجي له ايتمز بسال عليها. لو انا باخد شيت مثلا ليمفادينوبس هيبقى له ايتمز هسال عليها. فكل سيستم هيبقى له اسئله خاصه بيه، انما ده جزء تمهيدي اوتلاينز للهيستوري تيكنج ان بيدياتريك ايش جروب. السلام عليكم وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نكمل بعد كده.